مساء الخير عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير والدنيا تكون كويسه. النهارده معانا اسهل واجب في الجيمس كلها في الترم الاولاني في اولى ثانوي، مع حصه سهله وجميله جدا مع واجب فنفنه. الهوم ورك بتاعك النهارده عباره عن لسن 1 يونت 1، وده اسهل درس. احنا خلصنا لحد فين؟ احنا خلصنا يونت 2 لحد الدرس الرابع، متبقى لنا فيها حصه واحده، خدنا نص يونت 1 والمره الجايه هنقفلها. حصة المرة دي سهلة وجميلة، بترطب على قلب الطلبة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أسهل. عايز أقول لك إن حصة على حصة بتفرق، وإن أنا فخورة بكل المستوى اللي الطلبة واصلة له، ولا تخاف من الوحش فأنت أصلاً وحش. يلا نبتدي مع بعض الهوم ورك. أول سؤال عندنا في لسن 1 بيقول لك understand and study. مين ده بولاس؟ In level organism. أنا من غير ما يكمل أنا شفت level organism، يبقى ده ميكس خطير، ميكس مفاهيمة chemistry مع إيه؟ biology. يبقى إيه biology؟ أنا من غير ما كمل يبقى understanding and studying the metabolism in level organism. كائنات حية، هل ده physics؟ هل دي agriculture زراعة؟ هل دي environment بيئة؟ لا، يبقى إجابة biology. Question number 2 بيقول لك the science which you study the chemical structure. بيدرس ال chemical structure يعني هنا في chemistry of the carbohydrates in wheat plant. بيدرس ال structure بتاع ال carbohydrates in wheat plant. هو كان ده بتاخده امتى؟ دلوقتي وانت في اولى ثانوي، اول درس في البيولوجي. يبقى ده ميكس خطير ما بين ال chemistry والبيولوجي، يبقى ده بايو chemistry. تاني، هل ده بيولوجي بس؟ لا، انا بدرس كيميكال ستراكشر. كيميكال ستراكشر يعني في كيمستري في الموضوع، يبقى بيولوجي بس غلط. هل دي فيزيكس؟ فيزيكال كيمستري؟ لا. هل دي اجريكلتشر؟ هي دي زراعه، تربه، انسكتيسايد، مبيدات حشريه، فيرتلايزر؟ لا. اما هنا بدرس كيميكال ستراكشر، يبقى كيمستري جوه النبات اللي هو يعتبر لازم يقول جراز، يبقى دي بايو كيمستري. لذيذة وفنفنة ومفيش أسهل من كده. Question number 3 What is the science which study ال egg-laying in female locus؟ الجراد الفيميل اللي بيبيض، مين اللي بيدرس ده؟ هو مش اللوكس ده living organism؟ طبعا مش ده animal؟ اه. طب يبقى أكيد حاجة ليها علاقة بالبيولوجي. هل هنا دي ليها علاقه بالزراعه؟ هل دي فيزكس؟ هل في اي علاقه بالكيمستري، كيميكال ستراكشر، اي حاجه الكلام ده؟ يبقى ده انهي ساينس؟ بيولوجي. Question number 4 بيقول لي knowing about the hazards of drinking tea immediately after meals is a form of integration between chemistry and tea. بيقول لك سيادتك لما تشرب كوبايه الشاي على طول بعد الاكل، ده عباره عن ميكس خطير ما بين الكيمستري ومين؟ علاقه بالادويه؟ هو الشاي دواء؟ يبقى فرن فيه غلط. هل ده انفايرمنت بيئه؟ لا. هو مش بيقول لك ان هو خاطر على سيادتك انت اللي بتشرب الشاي، يعني انا كائن حي، يعني انا ليفنج اورجانيزم، يعني دي بيولوجي. في اتفه من كده صديق الطالب؟ بنفنفن وبنرطب على قلبنا بعد يونت 2. Question number 5 بيقول لك doctors advise against drinking tea right after meals. ليه الدكاترة بيقولوا ما نشربش الشاي على طول بعد الأكل؟ دي معلومة عامة، تعال نشوف. أنا اللي بقول لك دي معلومة عامة عشان الشاي بيمسك في الحديد اللي في الأكل، فالحديد اللي في الأكل ما بيحصلوش absorption، يعني ما بيروحش لباقي الجسم، جسمي يستفاد منه. فعشان كده دي معلومة عامة اللي يجيبها لتر بي. طب لو أنا مش عارف، هو بيقول لي أجيز ما اشربوش، اقول له عشان ده بيهندل الرول اوف ذا ستومك، بيصعب دور المعده؟ لا. هل بيفاسيليتيت، بيسهل الايرن ابسوربشن، امتصاص الحديد بالروح للخلايا؟ لا. هل ده بيرصب الصوديوم، بريسيبتيت صوديوم؟ لا. اول هما بيعمل ايه الشاي ده؟ بيكلبش في الحديد اللي في الاكل، فبيصعب انتشار الحديد لباقي الجسم، فجسمك ما بيستفادش من الحديد. المعلومة دي فين؟ دي معلومة عامة. Question number 6 بيقول لي the opposite graphical figure. عندي graph بيربريزنت ال effect of temperature. يبقى أنا عندي temperature، ماشي،
على الاكس اكسس on one of the activities or the one of the human digestive enzyme. Human, hey human, يعني نتكلم عن بني ادم. يبقى ده مين؟ هل الفيزيكس؟ لا. هل ده فارماسي؟ ده انزيم هو جسمي انا مش دواء. لا. يبقى دي على طول زراعه؟ لا. امال ايه؟ بيولوجي. مفيش اتفه من كده ولا اسهل من كده صديقي الطالب معايا في السؤال اللي بعده. Question number 7 بيقولي the tone figure show the phenomenon of the effect of light. عندي هنا light ماشي يقول ربنا converting الكربون دايكسايد هنحاول الكربون دايكسايد والووتر فيبر لجلوكوز واكسجين. دي العملية دي عملية الفوتوسينثيز. انا عارفة ان كل اللي حاضر الحصة بيجاوب بيسبقني ومعلق عليا وحاسس بانتصارات وحاسس النهارده. ده كنت سانسز زي كيميكال رياكشن جوه الليفنج اورجانيز تبقى ايه؟ بايوكيمستري. هل دي فيزيكال؟ اورجانيك حاجات فيها كربون؟ لا. هو في كربون بس ده كيميكال رياكشن بيحصل جوه الليفنج اورجانيز. وطالما جبنا ليفنج اورجانيز يبقى بايوكيمستري. السؤال اللي بعده question number 8 بيقول what is the science which is interested in the separation. كله يعلم على السؤال ده ويكبر موقف. اول لما اشوف في الامتحان كلمه separation من غير ما افكر تعرف على طول ان دي analytical chemistry كيمياء تحليليه. analytical chemistry من غير ما افكر كيمياء تحليليه. تحليلي عيار الدم فصلت الدم شفت الدم بتاعي ريد وايت ده سيل. انا هنا بعمل سيباريشن. بيقول لي what is the time which is interested in the separation and the detection ان انا اكشف عن الكومبوننت بتاع السبستنس كواليتيتيفلي اند كوانتيتيفلي. ايه الكلام ده؟ كواليتيتيفلي يعني انا اعرف الحاله اللي عندي فيها ايه ولما اعرف الحاله اللي عندي فيها ايه اعرف كميتها. يعني هنا اعرف نوعها وهنا اعرف كميتها. بمعنى الدم اللي عندي عايز اعرف الدم ده فيه ايه؟ في ريد بلود سيلز ووايت بلود سيلز وحاجات تانية كتير. طب الريد بلود سيلز جوه الدم الكمية قد ايه؟ مين اللي بيعمل سيباريشن؟ مين اللي بيحلل الكيمياء التحليلية اللي انا لابسها؟ هل دي بايو؟ اورجانيك؟ بايو ولا لا؟ يبقى اول لما تشوف كلمة سيباريشن في الامتحان على طول analytical chemistry. السؤال اللي بعده question number 9 بيقول most of the semi solid paints الدهانات becomes liquefied بتبقى سائلة by the effect of the movement force. انا من غير ما اكمل سؤالي ممكن اقول ده chemistry وايه؟ هل ده chemistry وماس؟ ده بقول لما اتكلم عن force movement velocity gravity. يعني عايزه تقولي لما نتكلم عن ماس دي لوست التركات بقى يا شباب نركز فيها. ماس فيلوسيتي جرافيتي فورس كل ده عباره عن ايه؟ فيزيكس. ايه اللي بتدرسه في الفيزيكس؟ الحاجات اللي بتدرسها في ماده الفيزيكس. يبقى معظم السيمي سوليد بينت بتبقى ليكويفايد بالفورس اللي لما بنلم البينت براش. البريفيس ستيتمنت الجمله اللي فوق دي عباره عن انتجريشن ميكس تخينه ميكس الضرب في الخلاط ما بين كيمياء وماس. انا عشان ادي ده ماس كيمياء وبايو هو دهان الحيطه والبايو كيمياء وزراعه اجريكلتشر ولا ده كيمستري وفيزيكس عشان كلمه فورس. دنيا لطيفه جميله. question number 10 طلبتي الاعزاء بيقولوا اجابته اللي غير ما اقولها. بيقول لي ذا ساينس احنا في الحصه which is interested in studying the conversion ان احنا نحول liquid water لwater vapor من liquid لغاز. قلنا دي اسمها physical state. physical state انا عارفه ان كل بيسبقني ده كان انهي ساينس او انهي ميكس في الخلاط. physical chemistry. دنيا لطيفة وجميلة جدا 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 بنرطب على قلبنا من كتر اللي احنا شفناه في يونت 2 وصفة مطلوب دست على وشك. question number 11 و 12 بصراحة فيهم فكرة. بيقول لي in blood circulation في الدم
البلود ريتشين اكسجين البلود اللي بيبقى فيه اكسجين بيفلو بيمشي من الهارت للريست اوف ذا بودي، يعني الدم اللي بيبقى فيه اكسجين بيطلع من القلب يروح لباقي جسمك. اوكي معلومه. والاكسجين بور بلود يعني الدم اللي ما فيهوش اكسجين بيمشي ابورد بيطلع من تحت لفوق اجينست الجرافيتي. انت شايف عمال اعلم عليها ازاي؟ جرافيتي جرافيتي يعني دي حاجه فيها ايه؟ يقولنا لما يكون عندنا فورس ماس فيلوسيتي فيلوسيتي جرافيتي يبقى دي فيزيكس، يبقى عندي الاجابتين غلط على طول كده. طيب هو بيتكلم عن الدم اللي فيه اكسجين اللي بيخرج من الهارت ويروح لباقي جسمي، والدم اللي ما فيهوش اكسجين بيطلع من تحت ويروح للهارت. هل دي فارماسي صيدله ده دواء ولا دي حاجه بندرسها في جسم الانسان في الطب؟ يبقى ميديسن اند فيزيكس. السؤال ده حلو نركز فيه. ليه اخترتي فيزيكس؟ عشان كلمه جرافيتي، قلت لما اشوف جرافيتي او فورس او ماس او فيلوسيتي يبقى دي حاجه فيها فيزيكس. السؤال اللي بعده question number 12 the inaccurate estimation of the dose of chloroform which is used as anesthetic. ايه الكلام ده؟ بيقول لي ان انا اعمل inaccurate estimation of a dose of chloroform. في مركب كيميائي اسمه chloroform بيستخدم as anesthetic يعني مخدر during the surgical operation يعني خلال عمليات الجراحية، وده ممكن لو استخدمته بجرعة مش مظبوطة inaccurate ممكن يعمل death للpatient. What are the two sciences؟ ايه الـ two sciences اللي ضربوا في الخلاط مع بعض عشان يعرفونا الـ safe chloroform anesthesia dosage، عشان يعرفك جرعة الكلوروفورم المظبوطة؟ السؤال ده هيلخبطك شوية. خليني اقول لك كلوروفورم ده مش مركب كيميائي. يبقى على طول لازم طالما مركب كيميائي يكون عندنا ايه؟ كيمستري. يبقى شيل الاجابات اللي ما فيهاش كيمستري. ايه؟ ودي ايه ودي؟ لازم يكون عندي كيمستري. هل دي كيمستري وبيولوجي ولا ميديسن وكيمستري؟ هو انا مش عمال اقول عمليه جراحيه والكلام ده كله، مين اللي بيسال العمليات الجراحيه والمخدر اللي بيتحط؟ دكتور التخدير. يبقى ده ميديسن وكيمستري. اسئله سهله جميله بس محتاج انت تتأنى كده واقرا السؤال مرتين هتلاقي الدنيا ماشيه زي الفل. يبقى the inaccurate estimation of the dose of chloroform ده مركب كيميائي يا دكتور، يعني ده كيمستري في السيرجيكال اوبريشن عمليات جراحيه. يبقى هل ده بايو؟ هل ده تبع الليفنج اورجانيزم؟ ده ميديسن ده الطب. السؤال اللي بعده question number 13 بيقول لي all the following are contributions of chemistry. كل دي مساعدات او مساهمات الكيمستري in the production of crops. crops يعني المحاصيل الزراعيه except. قلنا عايزين نزرع الارض موز، هات شويه تربه. هنحط لهم بوتاسيوم فيرتيلايزر، جت عين الحسود بقى عندي حقفات حشريه، هنرش في عينيهم بيستيسايدز. قلنا فيرتيلايزر سماد معانا. اناليسيز للسوريا هنحلل التربه. قلنا هنطلع انسكتيسايدز وبيستيسايدز. هل قلنا هنشوف الجو الويذر كونديشنز؟ هل ده من بتوع الكيمياء هيشوفوا الجو؟ يبقى كل ده صح ما عدا اكسبت سي. ايه رايك؟ رطبت على قلبك؟ الدنيا بقت جميله؟ السؤال اللي بعده question number 14 بيقول لي الكيميكال انجينيرز مهندسين الكيمياء work at new factory بيشتغلوا في مصانع including these يعني بيصنعوا ايه؟ بيصنعوا كل دول except ما عدا. هل بيصنعوا metals؟ اه طبعا هيصنعوا معادن والحاجات دي كلها. هل هيصنعوا cosmetics؟ تايرز كاوتش العربيه مش معمول من رابر مطاط وحركات. اه هل حد بيزرع البذور؟ نزرع مثلا بذور جوز الطيب مثلا بذر الكتان؟ لا يبقى كل ده بيتصنع في المصانع ما عدا السيدز. رابعه ابتدائي الساينس question number 15 بيقول لك quantitative measurement. quantitative quantity جاي من quantity كميه. quantity يعني لما نقول وزنك كام نقول 60 60 ايه كيلو.
قلنا لازم نقول الرقم ويكون جنبه measuring unit. هل عشان اعبر عن كميه قلنا رقم وميجرنج يونت؟ هل does not include measuring unit؟ هل does not include numerical value؟ ما فيش رقم ولا لازم يكون في رقم وميجرنج يونت؟ question number 17 ده سؤال مهم برضه اعلم عليه عشان هجيبه في الامتحان بتاع الحصه. بيقول لي which of the following is quantitative؟ quantitative يعني كميه، رقم، رقم يا شباب وجنبه يونت، رقم بلس يونت ميجرنج يونت. لما اقول البيورات is taller than the pipette، هل هنا في رقم؟ في measuring unit؟ انا بوصف حاجه. هل لما اقول ال HCl is stronger than ال HCN، هل هنا في رقم؟ لا. يبقى هل ده quantity، رقم، كميه؟ لما اقول ال water is colorless liquid، الميه شفافه، اهلا وسهلا اعمل لك ايه؟ هل هنا في رقم؟ لكن لما اقول the boiling point، درجة غليان الإيثايل الكحول 78.37، أنا أكون فلاح في الحاجات دي وتستعبط في الحاجات دي، أسئلة بونس. ده كرام دولا كرام، دي كريمة الكيمستري. السؤال اللي بعده question number 19، وهنخش على الجزء المهم بتاع التولز بتاع كيمياء معمل صيدلة. ركز معايا، وانا عارفه ان الناس هنا جامدين وحوش في الكيمياء. The measuring tool which is used to measure the volume. ماشي، هل بالاحساس ولا دقه؟ قال لي accurately. طالما accurate، فاكرين لما قومنا كذا حد عملها في الحصه؟ طالما accurate البيكر ده بالاحساس، طالما accurate تبقى graduated cylinder. لما حطينا الثلاثة جنيه الكوينز والمية زادت وقلت لك ان الرقم كام يا هشام؟ كان 40. يبقى الاجابة graduated cylinder. question number 20 in the opposite figure a mixture of sand and water، عندي رملة بمية، was poured in a funnel، حطيتها ده اسمه قمع funnel، وحط فلتر بيبر حاجة بتفلتر to measure the volume of water، كأني جايبه مصفى ميه وملح وبصفي الميه ودي اللي فيها الميه. Which of the following tools can be used instead of a beaker؟ عايز استخدم حاجه بدل البيكر to measure the volume accurately بدقه. عايز حاجه بدقه graduated cylinder. يبقى انا عايز الاجابه اللي فيها رسمه الجراديويتد سلندر. عارفه ان كله عارف شكلها عشان اوريك شكل التولز المره اللي فاتت. انهي واحده؟ letter A. question number 21 بيقول لي what is the volume of the liquid، عايز يعرف كميه الميه اللي في الجراديويتد سلندر. تعالوا نشوف هنا 5 وهنا 6. ده سؤال عبيط بس بقراه ازاي؟ عمدا في لفظ بنقول في كليه اسمه اللور منسكس، الحته اللي نازله تحت اسمها اللور منسكس. شوفها واقفه لحد فين. تعالى كده، هنا 5.5 5.6 5.7، يعني دي 5.7. يعني انا لما باجي بقرا من الحته اللي تحت، يعني ما قلتش انها 5.8، لا شوف الخط اللي تحت واصل لفين ويبقى هو ده الرقم. يعني ليفل ابتدائي. question number 22 مع انه تافه بس ده السهل الممتنع اللي ممكن تغلط فيه. two identical poles، عندي اتنين بول، علم على رقم اتنين ده قوي 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 قوي. were placed in water which is present in the graduated cylinder number 1. يعني هنا عندي كورتين حطيتهم في graduated cylinder number 1. So the surface of the water elevated. طبيعي حطيت ميه زي ما حطيت الجنيهات الكوينز، الميه زادت. What is the volume of the ball of زي يعني مفرد، يعني قصده الكره الواحده. كانت 40 بقت 45، يعني هي كانت 40 بقت 45. يبقى اكيد لما اعمل 45 ماينس 40 هتطلع 5. بس ال 5 دي لو انت شاطر هتقول لي للتو بولز، انا حاطه كورتين، انا عايز هنا ذا بول كره واحده، يبقى نص ال 5 2.5. جميله هي، بس يقول لك وات از ذا فوليوم اوف ذا بول، كره واحده بس منه. بس نمبر 23 بيقول لي اف تو بولز، لو انا عندي كورتين ليهم نفس الفوليوم، ليهم نفس الفوليوم كله يعلم عليهم، وان اوف ذم كره منهم كبر ووزنها 8.8 and the other is aluminum and its mass is 2.7. اوكي
replaced in two separate graduated cylinder. يعني انا عندي graduated cylinder وعندي graduated cylinder. حطيت هنا كوره وحطيت هنا كوره، بس كورتين نفس الحجم ماشي، وكان عندي ميه containing the same volume of water. حلوه قوي. السؤال عايز ايه؟ زين ذا ديفرنس. كلمه ديفرنس يعني ماينس، ماينس ان ذا اليفيشن اوف ووتر ليفل. مش الكورتين نفس الحجم حتى لو حاجتين مختلفين، يعني لو الميه هنا زادت وهنا زادت بنفس المقدار، زادت 5 وزادت 5، لما اعمل الرقمين ماينس بعض 5 ماينس 5 تطلع زيرو، لان هو بيقول ان الكورتين ليهم نفس الفوليوم نفس المساحه، انا ماليش دعوه هنا بوزنهم. هو بس كان فيهم فكره كده دول اللي اتك عليهم. يبقى ده سؤال منهم. يبقى هو بيقول ان هم ليهم نفس الفوليوم حتى لو الماس هنا 8.8 وهنا 2.7، انا ماليش دعوه بوزنهم، انا ليه دعوه بحجمهم، هم واخدين نفس المساحه، يبقى الميه هتزيد بنفس المقدار لما اعمل ده ماينس ده ايكوال زيرو. Question number 24 بيقول لي density of water can be practically estimated. شو عارف density المية؟ density المية عامة ب 1. السؤال ده حلو قوي 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 قوي. الدنستي عبارة عن ايه؟ فكر كده. density عبارة عن قانونها كان ايه؟ mass على volume. قانون الدنستي ايه؟ ماس على فوليوم. يعني انا عشان اعرف الدنسيتي محتاجة اجيب الماس واجيب الفوليوم واعملهم ديفايد ببعض. ايه ميزان بيقيس اوزان؟ ايه الميزان بيقيس اوزان؟ يعني عشان اوزن اوزن محتاجة ميزان، يبقى يجب بي وسي غلط، محتاجة هنا ميزان وهنا ميزان، يا ايه يا دي. طب الفوليوم بنقيسه اكيوريت بايه؟ جراديويتد سلندر، يبقى الاجابة لتر دي. تمام زي الفل. اللي بعده question number 25، والدنيا هي ماشيه صواريخ والدنيا لطيفه. Which of the following is used in the process of preparation and distillation؟ قلناها بالنص في الحصه، اللي بيستخدم في distillation عمليه تحليه الميه، هل البيوريت؟ قلنا لا، البيوريت في التايتريشن. هل البايبات اللي بنشرب بيها الشيشه؟ هل الميزان ولا الراوند بوتوم فلاسك؟ دي معلومه زي ما هي كده في الكتاب. Question number 26. What is the tool used in preparing، عشان احضر ماشي، بوتاسيوم هيدروكسيد سوليوشن، هو الكح. Used in the determination of the concentration. انا مش محتاجه اكمل السؤال، انا قلت لما نيجي نستخدم concentration هل هنستخدم الراوند بوتوم؟ لسه قايلين الراوند بوتوم في الديستيليشن. احنا كان عندنا الثلاث توائم لو فاكر، الكونيكال فلاسك بتاع التايتريشن، الراوند بوتوم فلاسك ديستيليشن، اما الفوليومتريك فلاسك كونسنتريشن. تراجعهم قبل امتحان الحصه الجايه. يبقى عندك سيادتك دكتور ثلاث توائم، توأم اسمه الكونيكال فلاسك بيستخدم في التايتريشن، راوند بوتوم في الديستيليشن، فوليومتريك فلاسك في الكونسنتريشن. مره كمان معلش، conical flask titration, round bottom distillation, volumetric concentration. Number 27, pipette أو pipette which is used in measuring and transferring شيشة. dangerous. قلنا لما يكون عندي حاجة خطيرة وممكن تتبلع في زوري، كنا بنستخدم الحاجة الخضراء اللي قعدنا نشد بيها دي، كان اسمها ايه؟ suction tool، حاجة بسحب بيها بشفط بيها. Question number 28. Which of the following represent both؟ الناس بتلخبط بينهم قوي. البيوريتكات الطويلة اللي فيها حنفية اللي بننزل بيها من تحت، والبايبات اللي كنا بنشفط بيها الشيش، يبقى دي اللي كنا بننزل بيها من تحت ودي اللي بنشفط بيها. شبه بعض في ايه؟ هل الاتنين معمولين من جلاس او بلاستيك؟ لا، هما الاتنين من ازاز. هل بيستخدموا في الميكسنج ان احنا نقلب؟ لا، دي واحدة قيس بيها فوليوم والتانية بتستخدم في التايتريشن. graduated from top to bottom ولا bottom to top؟ قلنا ان البيوريت الزيرو كان فوق، وهوريك تاني المرة الجاية ان البايبات الزيرو برضو فوق، يعني مترقمين او متجراديويتد من التوب للبوتوم. ده سؤال مهم يا شباب. تمام؟ question number 29 بيقول لي all the following are similarity، تشابهات ما بين الجراديويتد سلندر بتاع اللي هو بيقيس فوليوم اكيوريت والبيوريت بتاع التايتريشن اكسبت ذات. هل هما الاثنين جراديويتد؟ اه، هما الاثنين كان عليهم ارقام. هل هما الاثنين من ازاز؟ ايوه. هل هما الاثنين يوزد ان ميجرنج الفوليوم بتاعت الحاجات السوليد الكوينز؟ هي البتاعه الطويله كنت احط فيها جنيه ذهب، الجنيه قصدي اللي احنا حطيناه في الحصه؟ لا، يبقى الميجرنج سلندر او الجراديويتد سلندر هو بتاع السوليد، مش هما الاثنين.
طب هل هما الاثنين بيقيسوا الفوليوم؟ اه. يبقى الاجابه الغلط هي لتر بي، مش هما الاثنين بيقيسوا الجينات، مش هما الاثنين بيتحط فيهم السوليد اوبجكتس. question number 30. A student wants to perform an experiment، عايز يعمل تجربه، to measure time. هو احنا بنقيس التايم بايه؟ تعال نشوف الاجابات كده. stopwatch of dissolving 2 جرام، جرام يعني ماس، والميزان بيقيس اوزان، يعني عايزين stopwatch وبالانس. هل هنا في stopwatch اصلا؟ يبقى بيه غلط. هل الاجابه الاخيره فيها بالانس؟ لا، يبقى ايه يا سي؟ عايزين stopwatch وبالانس. completely in 100 ملي، ملي لتر، لتر يونت 2 يعني فوليوم. وقلنا الفوليوم بنقيسه بالايه يا شباب؟ جراديويتد سلندر. يبقى فين الاجابه فيها ستوب ووتش؟ يبقى انا عايزه ستوب ووتش وبالانس ميزان وفوليوم، يبقى جراديويتد سلندر. اجابه لتر اي. نمبر 31 اللي قبل الاخير اسرع واجب. One of the students performed an experiment، عمل تجربه to measure the change in temperature، درجات حرارة. هو احنا بنستعمل درجات الحرارة عشان تقيسها؟ قولي الترمومتر. طيب اهو الترمومتر اهو. On adding 25 مليليتر، قولي سايلين مليليتر يعني فوليوم يعني جراديويتد سلندر، of dilute hydrochloric acid to different volume of sodium hydroxide which of the following tools the student would not need، ايه اللي مش هيحتاجه؟ ايه ده وايه ده؟ دي ستوبوتش، هنحتاج ستوبوتش؟ هو قالك في حاجه هيقيسها في وقت؟ لا. طب مين بي دي؟ عامه بي دي اسمها درابر، بنقط من خلالها اللي هو لو عايز اظبط الفوليوم برضه، فبنستعملها في الفوليوم. لكن هل استعمل ستوبوتش؟ الحمد لله على السلامه. السؤال الاخير which of the following is pH of acidic، تعالى افكرك، مع ان عارف انها سؤال سهل، كان عندنا ال pH 0 7 14، اللي عند السبعة نيوترال يعني ولا منه اسيد ولا منه بيز زي المية، اللي قبل السبعة او من 0 ل 7 اسيد. طب فيما فوق السبعة لحد ال 14 بيز، هو بيقول لي ايه؟ اسيد. انا عايز حاجة قبل السبعة، ينفع سبعة؟ لا، سبعة ده يعني نيوترال. تسعة، 14، لا، خمسة. أسهل واجب، أتفه واجب رتبت على قلبك في درس من دروس الكيمياء. وبكده يا شباب نكون خلصنا أسهل واجب في الكيمستري، هو lesson 1 unit 1. مرة جاية هنقفل unit 1 صديق الطالب عشان امتحان الشهر، وإحنا خلصنا unit 2 فاضل لنا فيها درس. انتهز ان احنا خدنا حاجة سهلة زي lesson 1 unit 1، وابدأ قفل الوصفة المطلوبة، وكل اللي وقع منه حاجة يبدأ يتفرج على اي فيديو اللي ناقص منه ويلمه. الدنيا بسيطة بس محتاجة منك مجهود، وانت قدها وانا واثقة فيك، وانا قلت لك انك اكيد هتشرفني. شبابنا الحلوين ربنا معاك، وعايز اقولك ان انا معاك، لا تخاف من الوحش، فانت اصلا وحش.